نعم بجد انا بشكر الحاجه فاطمه على استضافتها لينا في ليله البرغون بتاعتنا يوم الوقفه، وان انا اول مره بجد احضر بره بيتي وبره اهلي ان انا افطر ليله العيد مع اخواتي المسلمين، وان هي بتتعامله ومكلفه نفسيها حاجات وعامله حسابهم ان هم ياكلوا معانا الساعه 12 بردك، دي حاجه النهارده ان انا بجد مبسوطه جدا بجد ان انا بردك يعني في وسط اهلي، انا بردك ما رحتش بعيد، انا بردك كده في وسط اهلي، لان بجد ان هم عارفين نظامنا وتقاليدنا وعاداتنا، ان احنا بنفضل من بعد الساعه 12، ولقينا الحاجه عامله لنا بردك الاكل اللي احنا بنحبه، وعرفت احنا بنحب ايه من غير ما نقول لها، ولقيناها عامله لنا مفاجاه بجد حاجه جميله جدا. انا مبسوطه ان انا في وسط اخواتنا المسلمين وانا بفضل في وسطهم ليله البرمون بتاعتنا النهارده ليله العيد بجد، يعني انا بشكركم بجد وكل سنه وانتم طيبين وما نحرمش محبتكم، وهي دي روح المصريين ومحبه المصريين، وكل سنه وانتم طيبين في 2021. وبجد من الفرحه انا مش عارفه اجمع اقول ايه، بجد انا بشكركم جدا 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 على تعبكم وعلى محبتكم وفتح بيوتكم